جايه منين؟ الصوره نفسها جايه من شوت سكرين من الافلام بتاعتها، مش من الفوتوغرافيا بتاعتها اللي يعني اخرين واخدين ليها. انا كنت بتفرج على الفيلم واعمل شوت سكرين، اعمل تاني مره واحده. الثلاثه لير او الاربعه لير الكانفاس بيبقى متلون في لون، وبعدين بنزل التول اللير الاولاني واشده واشوف الافكت مع الباك جراوند، وابدا اضيف الوان تاني عشان تلت الحاجات عشان يبان الصوره كده الوان ورا، وبعدين ابدا اللاير اللي بعدها التول اللي بعده برضك مطبوع عليه نفس الصوره، ابدا اشده تاني واعمل له ما ينزلش على نفس الصوره الاولانيه، فيبدا يعمل حاجه اسمها الموري اللي هي الموفنج ده، يعني خالد ابو الدهب بيعمل حركه برضه بس ديجيتال في لقطه واحده ويعمل، لكن هنا ما فيش اي ديجيتال، هي برنت واحده. وبعدين يبدا لا عشان دي اسمها يبدا ابدا اشد ما نزلهاش مطبقه. الشيفتنج ده يعني شوف هنا البراميل هنا ثلاثه، يعني شوف كده الشيفت ده بيعمل الحاله الدراميه، وانا حسب حاله الصوره الصوره ايه. وبعدين في حاجه انت تشوفي التوتر ده مش جاي من اللايرز الكتيره لغايه هنا، ولو حطيت لو شفت الصوره من يمادي غير اليمادي كل الوقت اهو، يعني حضرتك لو تعالي هنا شوف الصوره دي مش هي اللي انت شفتها، صح؟ يعني هو 3 دي بدون 3 دي نفس هنا اكتر، هنا البينتنج اكتر، ودي تقطيع حبتيع خالص. العمل ده في دراما بينتنج. هنا كانت متاثر جدا فعلا لما سمعت تاني موضوع الوفاه بتاعتها والجريمه كده، فحاله ده الحبر ده من اليابان، الحبر الاحمر ده، يعني الاحمر ده كل ده اكواريل، الصوره فلون، والحاله الدمويه دي حتى في حاجه غريبه ان هي رغم انها دمويه ودراما لكن ليها ابتسامه، يعني عارفه الموت الرقيق ده الساتسفايد كده يعني، فهنا رغم الابتسامه لان هي سايبه جوانا البهجه دي حتى في حالات شغل عظيم. وطبعا نفس الكلام